تجهيز الليسن، تأمين، تسجيل سيارة، تسجيل بطاقة سكنية. في كان حق الجامعة وحق تسجيل البطاقة وتجديد الليسن. كل شيء بالتلفون يعني، افتكينا يعني في غيرنا الحين اللي تشوفينهم في دول تروح وتنطر وتقعد وتريد وتروح. 300 خدمة حكومية تقدر تسويها من خلال تلفونك أو التاب اللي عندك أو حتى الكمبيوتر بكل سهولة بدون ما تراجع أي فرع حكومي. خلونا نسأل ونشوف كم عدد الخدمات اللي يستخدمونها من خلال موقع بوابة الحكومة الإلكترونية. تتميز الحكومة الإلكترونية في البحرين بكونها الأولى خليجياً وعربياً وفي دول الشرق الأوسط، وتقدم أكثر من 90% من الخدمات الحكومية إلكترونياً. خدماتها تقدمها للمواطنين والتجار والمستثمرين ورجال الأعمال، وهي متنوعة وتقريباً كل شيء تقدر تسويه من خلال شاشة جهازك. شو الخدمة اللي استخدمتها؟ حق في كان حق الجامعة وحق تسجيل البطاقة وتجديد الليسن، تجديد الجواز. ليسن، تجديد بطاقة، صح؟ إيه. في الجوازات، تمديد الفيزا، أبديت للجواز، الإمارة، تجديد بطاقة سكانية، تجديد الجوازات، يعني أغلب الأشياء، حتى اللي هو خدمة البنفت اللي حق تقديم الإسكان، تجديد الليسن، تأمين، تسجيل سيارة، تسجيل بطاقة سكانية، جوازي منتهي الحين أصلا لازم أجدده بعد. أكثر من 572 ألف شخص استخدموا المفتاح الإلكتروني في بوابة الحكومة الإلكترونية، 190 ألف منذ مارس 2020، وسجلت البوابة أكثر من 30 مليون عملية دخول ناجحة وآمنة. شو رأيك في سرعة الخدمة؟ وايد أحسن. عرف اكيتونا بدل ما نروح شو اسمه الوزارات نفتر المرور ولا شنو، كل شيء بالتليفون يعني، افتكينا يعني في غيرنا الحين اللي تشوفينهم في دول تروح وتنطر وتقعد وتريد وتروح، تليفون دقيقه واحده افتك. حتى خدمات مال البنك ما في التليفون. ممتازه، حلتك هي سريعه، خصوصا ان بالاونلاين. الحمد لله احنا ما عمرنا واجهنا مشكله باي معامله رسميه هون، الحمد لله كلها ميسره وسهله دائما. ممتازة الصراحة، تختصر علينا الدروب زينة. كل يوم قاعدة تزداد عدد الخدمات الإلكترونية اللي تقدم للجمهور والمواطنين، وكل يوم تعلن جهات جديدة عن تقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية. كل اللي علينا إن نجرب نستخدمها.